هنخلي قعدنا هيعيش بخوف 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 نحفر ببراق بايدي جيتك من كل الجبهات وبهمة الابطال ما في عنا طيارات لكن رابعنا رجالي بعبواب الاقصى الغالي اطلع اطلع يا دخيل راح نخلي نهارك ليل من رفح حتى الجليل قادم كالموج الهدى جر لو فكر في الساحة يقدر اطلع له بالسيف البتار اضرب 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 ما تخلي عالاقصى يكرم رد الرد 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 على المحتل انتهم الحد داير يا حدنا صح الام العرب ان كان نهار ان كان بليل نازل على اقصى نازل نازل بالمصحف والسكين استشهد وانا بقاتل نموت وتحيا فلسطين قالوا هل في